أزمة اقتصادية كبيرة يعيشها العراق منذ سنوات أخذت بالتفاقم يوما بعد يوم، وهما أكده موقع ميدل إيست آي البريطاني الذي قال إن العراق أمام كارثة اقتصادية تزداد عمقا، وذلك بسبب الفساد وتهريب العملة الأجنبية وحملة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على البنك المركزي العراقي، والذي شرع بتطبيقها منذ واقعة سرقة القرن التي زودت مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدليل قاطع على أنها تمت بأدوات حكومية. الموقع البريطاني قال إن الأزمة التي من المتوقع لها أن تزداد سوءا خلال الأسابيع القليلة المقبلة هي حصيلة هبوط حاد بقيمة الدينار وشح كمية الدولار، مضيفا أن الحكومة في بغداد تعتمد على مزاد بيع العملة لتحويل الدولارات التي تكسبها من عوائد بيع النفط إلى دينار. ميدل إيست آي البريطاني أوضح أن الأزمة ألقت بظلالها على الجانب الأوسع من الاقتصاد مع انخفاض قيمة الدينار وارتفاع معدل سعر صرف الدولار منذ أواخر شهر تشرين الثاني من 148 ألف دينار إلى نحو 165 ألف دينار لكل 100 دولار، مما أثر ذلك على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفاقم من معاناة المواطن. خبراء الاقتصاد أشاروا إلى أن التلميحات التي باتت تطلقها جهات حكومية بشأن أزمة مالية مقبلة في تأمين رواتب الموظفين يثبت فشلها وعدم قدرتها على إيقاف انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار وتهريب العملة الأجنبية إلى إيران. هي إذن أزمة اقتصادية يعيشها العراق تفاقمت باستمرار مسلسل الفساد والسرقات للمال العام للدولة وتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج، ولا سيما بعد إشارات ووقائع أثبتت أن المصارف الخاصة ومزاد العملة يمثلان البنية التحتية لتمويل شبكات الأحزاب والميليشيات في العراق.